تعقيبا على التغريدة التي ذكرت فيها أننا لا يمكن أن نسبق الوقت، الوقت الذي هو جزء من الزمن، يعني السيارات، الطائرات، حتى وسائل التواصل الاجتماعي، لم نسبق الوقت، لم نسيطر على الوقت. يعني المفروض من يوم اخترعت هذه التكنولوجيا من 90 سنة أو 100 سنة ماضية فقط من عمر الإنسان، 100 سنة لا شيء، لكن كل الآلاف السنين أو مئات السنين الماضية الإنسان لم يكن يستخدم هذه التكنولوجيا وماشي حياته ممتازة، يعني ما شكى من قلة الوقت ولم يشتكي من أن السفر بعيد. المفروض أنه مع اختراع هذه التكنولوجيا والسرعة العظيمة اللي هي الآن، يعني الفرق بين الجمل والخيل أو المشي راجلا وبين السيارات والطائرات سرعة لا يعني لا مقارنة بينهما، المفروض أنه الأسبوع عندنا في هذا الزمن، يعني من 100 سنة وجاي، المفروض أن الأسبوع عندنا يصير شهر، يعني سيطرة على الزمن، الشهر يصير عندنا 3 شهور، السنة تصير 2 سنين. بالعكس، صار الإنسان يشتكي من سرعة الوقت، يقول يا أخي الوقت طار، ما في وقت، ما في. طبعا هم كثيرة فيها، أحد يقول لك البركة، والبركة شيء محسو، شيء لا يقاس، إنما هو يقاس بأمور روحية وأمور تتعلق بالإحساس والروح والراحة النفسية. لكنه فعلا يعني قديما، يعني الواحد يمشي مثلا من الرياض إلى مكة راجلا مدة شهر، شهر ونص حتى على الراحلة أحيانا. طيب الحين يصل ب6 ساعات. طيب ما هو الإنجازات اللي حنا أنجزناها ويعني وصرنا نفتخر أننا عن اللي سبقونا؟ يعني ما فيه إنجازات غير السرعة، سرعة سرعة، والوقت يسرع طرديا معنا، الوقت يسرع طرديا. هذا يحتاج بحث. يعني أنا جاني هذا التحليل من زمان أفكر فيه، يعني لماذا الوقت؟ أنا كل ما تسرع يسرع الوقت، وكل ما تبطئ، يعني المجتمع كله يبطئ، العالم كله يبطئ. ما أقول إنك أنت يعيد رح على جمل للرياض من مكة إلى الرياض وقل أنا أبي الوقت يبطئ معي، لا، لازم كل المجتمع، هذا هو المقصود عشان ما نخلط، كل المجتمع والعالم يمشي على هذا الرتم أو هذا النظام اللي هو البطء، يصبح الوقت بطيء. ويصبح طبعا الساعات لا تتغير، 24 ساعة والساعة 60 دقيقة، لكن في شيء لا يمكن قياسه، لأنهم أولا، يعني انظر مثلا القوات والفاتحين اللي خلدهم التاريخ، طيب فتحوا العالم كله أو نص الكرة الأرضية على خيل، طيب هل هم يوم من الأيام اشتكوا وقالوا والله ما في وقت؟ ما قالوا ما في، بالعكس يقولون سئمنا تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأم. وش اسمه، يعني خالد بن الوليد مثلا مات عمره 54 رضي الله عنه، يقول وأنا ذا أموت يعني على الفراش كما يموت العير، يعني سوى كل شيء، بالقادسية واليرموك ومعارك كثير لا تعد، ما اشتكى من قلة الوقت. الملك عبد العزيز الله يرحمه وحد هذه القارة المملكة العربية السعودية على خيل وعلى إبل وراجلين نص الجيش، ما قال والله الوقت ما عام 1932 وحدت المملكة كلها، وهو بدأ عام 1902، ففترة قصيرة. حنا الواحد الآن في هذا الزمن ما عنده وقت أصلا، ما في وقت، طار الوقت. طيب المفروض ما يطير الوقت، المفروض أنه سيطرنا على الوقت، انترنت وواتساب وأجهزة وتواصل وصار العالم يتواصل، المفروض أننا نمل ما يقضي اليوم، لا بالعكس أسرعنا بالتكنولوجيا، أسرع الوقت معنا. فهذا ملاحظة مهمة تحتاج بحث، لأنه يجيك شخص يقول لك والله يا الناس من أول يا هم تعبانين، يمشي من الرياض للقصيم 7 أيام. طيب هو يمشي ب7 أيام لكنه الوقت معه. يمكن أنت تلاحظ أخي أختي لما الآن تصير أنت مستعجل ومستعجل تبي تسوي، سبحان الله يطير منك الوقت. وإذا هديت وهدأت وراح عنك التوتر هدى معك الوقت.
كيف عاد لو أن المجتمع كله والعالم يهدى يهدى معه الوقت؟ ترى ما في فرق، يعني لا تحس بالعطف والشفقة على الناس الماضين اللي كانوا على إبل والله أنهم مساكين ما خلصوا أشغالهم، لا خلصوا أشغالهم وملوا، بعضهم تمنى الموت ما جاء. إذا ما في فرق، لا تحسبون أن السرعة هذه سرعت حياتنا، إن خلتنا نسيطر على الزمن، لم نسيطر على الزمن، وهذا يطول الحديث فيه. والزمن مقياساته ليست بالمقياس اللي حنا نعرف فيه. الله ذكر في القرآن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذكر اليوم بالفضاء والساعة والساعة الزمنية والساعة والسنة الضوئية، هي أمور حنا اللي حددناها. فيعني أنا أقول للناس اهدأوا شوي، يعني لا تحسبون أن السرعة والعجلة وأن الأمور لازم سرعة أن هي اللي تبي تسيطر على الوقت أو أنه تبي تعجل لكم، هو صحيح. شكراً.